إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat datang kembali di channel Tahsin Al-Quran. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjut yaitu surah Al-Baqarah. Nah, mohon untuk disimak baik-baik yaitu metode cara belajar Al-Quran supaya cepat fasih dan lancar membaca Al-Quran. Langsung kita awali dengan ta'awuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء
فاقع لونها إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون صدق الله العلي العظيم ما شاء الله تبارك الله. Terima kasih buat semua yang telah mendengar yaitu lantunan ayat suci Al-Quran ini. Ini buat semuanya, mohon untuk di subscribe, like, comment and share video ini karena ini sangat bermanfaat buat kita yang baru belajar Al-Quran ya. Yang baru belajar Al-Quran ini cocok sekali untuk kita bisa menyimak terus yaitu full 30 juz di channel Tahsin Al-Quran ini. Semoga kita semua bisa lancar dan fasih dalam membaca Al-Quran. Cukup sekian dari saya, Muksalmina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.